لقمة العيش. روح مكاني يا أحمد. عطري. أعطوني صوت أحمد. شو اليوم الجميل بسام؟ شو في تمثيلك اليوم؟ والله ما مو متحمس. أنا متحمس إن شاء الله، وإن شاء الله إني برجع. والله أراد إني برجع بس. يعني واثق أنت؟ إن شاء الله. أتمنى أن الثقة تكون محلها. وأنا أتمنى. هلا بمشعل. شلونك مشعل؟ بخير الله يسلمك. طيب الله حي. شربت نظاحي بالبرايم؟ الله يسلمك. شو الشيء الغريب دخلت كذا برايم؟ شو مسوي انت؟ انا فعلي مناك يا ابو. فعلي مناك؟ هذه الفزعه اللي انت تدورها. جوي ندفه يا ابو. ايش احمد؟ ما طلع احمد. يقول يا عذابي يا عذابي. ايش اسمه؟